بمدينة فاس أطلقت حملة للتبرع بالدم بمبادرة من جمعية كفاءات مواطنة للتنمية وتحمل شعار قطرات من دمك تنقذ حياة غيرك. وتهدف الحملة المنظمة بتنسيق مع المركز الجهوي لتحقن الدم إلى الرفع من مخزون هذه المادة الحيوية على صعيد المدينة ومد يد المساعدة للمرضى والمحتاجين للدم من أجل إنقاذ حياتهم. الدم يعتبر العنصر الأساسي لحياة جميع الكائنات، لذلك فهو أثمن ما في الوجود. فتحت شعار نقطة من دمك تنقذ حياة غيرك، نحن اليوم نقوم بهذه الحملة التطوعية تماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية، دائما في إطار مساعدة المرضى والمحتاجين والمستشفيات. ووفقا للمركز الوطني لتحقن الدم، فإن مخزون المشتقات الدموية على المستوى الوطني لا يمثل حاليا سوى أقل من 10 أيام من الحاجيات، علما أن الخصاص يهم على الخصوص مدنا كالدار البيضاء، حيث أن المركز أطلق لهذا الغرض نداء للتبرع بالدم بالمدن الكبرى من ضمنها الرباط ومراكش وفاس ووجدة.